مكان. حياكم الله مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين معكم في تغطية يوم التأسيس من هذا المكان ومن أماكن مختلفة في الرياض. يا نرجس ويوسف. نعم فعلا نرجس طبعا وضحي. وشو؟ وين رايحين؟ ودينا وديكم إلى وادي النمار مع زميلنا نزار العلي. أهلا وسهلا نزار، قاعد نسمع عندك أصوات شكلها حماسية مرة والأجواء أكثر من رائعة، ولا؟ شكل مسير بدر شكلها. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا مالك يوسف نرجس، كل عام وأنتم بخير، كل عام ومشاهدينا بألف خير مرة أخرى من وادي نمار، من هذا المكان التاريخي الجميل الذي اليوم يحيا بالعديد من الفعاليات. أحمد، إيش رأيك في المكان اللي إحنا فيه الآن فيه؟ اليوم زرنا أنا وياك المكان الجميل هذا، وهو يعتبر الممر اللي يجسد مسيرة 300 عام، ثلاثة قرون. كل شخص موجود هنا يتحدث عن اللباس، يتحدث عن بعض المواقع، يتحدث عن التاريخ الذي نفتخر به لدولة سعودية عظيمة. يعني زار الشخصيات أيضا المشاركة، إحنا معانا الفنان أم علي، تفضل أبو فوزي. هلا، كيف الحال؟ طيب، كيف الحال؟ فيكم هلا. كل عام وانت بخير. حياكم الله وكل عام وانتم بخير. الحقيقة الأمبسي ما شاء الله سباقة دائما. نحن اليوم فخورين بأن نتذكر يوم التأسيس، يوم هذه النهضة ما شاء الله، مسيرة هذه النهضة الرائعة للمملكة العربية السعودية. بطولات خليني أسألك عن مشاركتك اليوم. مشاركتي استقبال سمو الأمير وشرح بعض الأشياء اللي حصلت في تلك الفترة. اشرح لي لبسك اليوم. لبس تراثي قديم، ولو أنه ما حكيناه تماما، لكن يعبر عن ماضي عريق لحضارة ضاربة في عمق التاريخ، حضارة ما شاء الله تبارك الله إسلامية وعربية، قيادة عربية وإسلامية شأنها شأن أي دولة، لكنها ما شاء الله نهضت وبسرعة إلى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده الأمين، صاحب الابتسامة الجميلة، صاحب الرؤية الرائعة اللي قاعدين نعيشها الآن. شكرا لك عم علي. يعني أيضا زميلي أحمد، أنت عندك ضيف ممكن نروح له. بسلطان. خلينا نشوف أحمد من معاه بالترحيب الجميل. هلا وسهلا بسلطان. الساعة المباركة. هلا بالغالي. أنت أحد الموجودين داخل هذا الممر. نعم نعم. وش جالس تجسد اليوم؟ اليوم جسد طبعا شخصية واحد حاج من أهل الديرة من أهل النجد، وحاج وجاي النجد عقب ما شاف مكة الله يشرفها، وشاف الإمام سعود الكبير وهو يكسوها، يعني يكسو الكعبة طبعا، وشيء جميل الواحد قاعد يعلمهم انه شاف وشاف وشاف. وانا مرحب فيكم في الام بي سي في يومكم الجميل، في يوم المملكه الحلو، يوم السعوديين كامل، يوم السعوديين كلهم طبعا. الله الله، يوم التاسيس هذا الواحد يفتخر فيه. ابو صالح، خلنا اسالك عن لبسك. أبد، كله لبس قديم، يعني بشت ومرودن وعقال. شو العقال؟ ايش سر العقال ابيض هذا احمد؟ شايف عقال ابيض، ايش سره؟ كله كذا نفسي، كل العالم كذا كانوا، غير المقصب وغير الاسود. غير المقصب اي طبعا، غير المقصب موجود كان هذا عندنا في تاريخنا. الله يذكر ايامي والله موجود. وشو المدورن اللي هو الثوب؟ مرودن. هذا المرودن عليه. وعندك الغتره البيضة، يعني عبارة عن قديم نوعها يعني. يعطيك العافية أبو صالح. إيش رأيك أحمد في المشاركات هذه اللي قاعدين نشوفها اليوم؟ ممكن هذا المكان هو مدخل الضيوف للاحتفال، يعني يحكي مسيرة 300 عام، 33 قرون. إحنا الآن جالسين أنا ونزار نترقب بإذن الله المسيرة التي تحكي مسيرة ثلاثة قرون. راح تكون فيها أول لوحة عن صوت الأرض وما تحكي، وما تحكي الأرض من ألم ومعاناة، يليها وصول مانع المريدي، ثم يليها كذلك لوحة هيبة المؤسس وتجسيد المؤسس. يعني بتكون إن شاء الله احتفالية جميلة، جالسين حنا نترقبها وبإذن الله أنها بتكون بعد قليل. اليوم وادي نمار، يعني اليوم وادي نمار مختلف بالفعاليات التي تقام. اليوم نتكلم عن 10 مسيرات، نتكلم عن الأوبريت اللي موجود، نتكلم على المناطق التي وضعت في وادي نمار. إحنا قبل شوية أنا وأنت أحمد كنا في منطقة الزوار أو المسرح، شفنا التنظيم، شفنا الفعاليات التي تقام. أيضا هذه المنطقة اللي أنت وأنا وأنت موجودين الآن فيها هو مدخل
دخل كبار الشخصيات في هذا الممر يحكي كما قلت أحمد تاريخ هذه الدولة على مدى 300 عام من هذا الممر، ويحكي أيضا التراث والأصالة الموجودة. إيش اللي عجبك يعني أحمد في اللبس هنا؟ يعني زهر وأنت جالس هنا واقف في هذا المكان تلاحظ كل الناس اللي جالسة تدخل كلهم لابسين لبس جميل جدا، كلهم مبسوطين، كلهم جايين اليوم يحتفلون في يوم تأسيس، يوم دولة عظمى أسست قبل 300 عام. يعني لو تلتفت معي تشوف أن كل المكان هذا الممر هذا اللي جالس ممكن مصورنا ياخذنا لقطة على هذا المكان الجميل. زي ما تشاهدون على يمين المصور هذا لبس يحكي التاريخ السعودي، أيضا خلفه أنواع أخرى من الملابس اللي تحكي تاريخ المملكة العربية السعودية. أيضا مشاركة الفنانين ومشاركة المؤثرين اليوم، يعني عدد كبير شاهدناهم أحمد اليوم كانوا موجودين معنا في 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 وادي نمار، مشاركتهم بصمتهم الاحتفال بهذا اليوم، يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، هذا اليوم العزيز على قلوبنا اللي نتذكر فيه أجدادنا وأمجادنا وتراثنا. بالضبط، يعني كلنا سعداء. يعني اليوم تشوف المسرح، يعني قبل قليل ممكن فتحوا المسرح للزوار والضيوف، يعني ما شاء الله تبارك الله ممتلئ جدا، كلهم مبسوطين، كنا نحكي معهم جدا سعداء. يعني تشوفوا ممكن منتظرين من العصر اللي جاي مبكير، واللي ملبسين اطفاله، واللي ملبسين، يعني شفنا العجائز لابسين الثياب القديمه والشيبان والاطفال الصغار. احمد خلنا اسالك، ايش رايك في المسيره؟ في المسيره ايش شفت؟ ايش اللي جذبك في المسيره؟ يعني انا ممكن طلعت عليها شفتها وقت البروفات، يعني جدا خياليه ومترقب، يعني جالس اتحمس انا الان الى انه انتظر اللحظه الحاسمه اللي بتابعها لايف امام كل الناس. جذبتك الثقافة الموجودة في المسيرة، يعني المنطقة الجنوبية الشمالية نزار، ممكن تشوف تنوع عظيم جدا، يعني تشوف الحجاز وتشوف نجد وتشوف الجنوب الشمال، تنوع باللباس، تنوع بالثقافات، تنوع الإبل الخيول. خليني أسألك أحمد على المشاركين اليوم، كان يعني حقون الأكل والشرب اليوم والأسر المنتجة، اليوم جبت لنا قهوة، وش الأكلة اللي جبتها؟ حنيني. تعرف يعني الأكلة هذه؟ أي حنيني من الأكلات النجدية العظيمة، واللي يعني واللي طعمها جميل جدا. ممكن احنا في احد الاكشاك هنا باعت بيبيعون الاكلات الشعبيه القديمه، فحاولنا انا مشاركه الاكل القديمه والاكل الشعبي الموجود ايضا لهم بصمه في السليق، في الحنيني، في القهوه، في الاشياء اللي هي تجسد تاريخ السعوديه اليوم.